بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة العاشرة من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر المحاسبة المتقدمة في المستوى السابع محاسبة. تناولنا معكم في المحاضرة الماضية الموضوعات المتعلقة بإعداد القوائم المالية المجمعة، وكذلك بدأنا في مفهوم والاندماجات، وتحدثنا بمقدمة عن اندماج الأعمال. في محاضرتنا لهذا اليوم بمشيئة الله نستكمل معكم ما أيضا ما بدأنا به في المحاضرة الماضية، وهو المتعلق باندماج الأعمال وكيفية المحاسبة عن اندماج الأعمال للطرق الثلاثة، ووفقا لطريقة الشراء أو لطريقة الحيازة أو لطريقة التخلف. الصوت واضح؟ نعم. زين. إذن أخذنا في المحاضرة الماضية الموضوعات المتعلقة بأنواع الاندماج وأسباب الاندماج، وذكرنا أن من هذه الأسباب تحقيق التكامل الأفقي وتحقيق التكامل العمودي، وكذلك التنويع في أنشطة الشركة. و هذه الأسباب قد تدعو المنشآت إلى الاندماج، وكما ذكرت أن الاندماج بثلاثة طرق أو بأنواعه الثلاثة، سواء كان اندماج أو اتحاد أو سيطرة، يتوجب علينا المحاسبة وفقا لطريقة التكلفة. كان هناك سابقا طريقتين لمعالجة الاندماج، وهي طريقة التكلفة وطريقة البولينج انترست أو المصالح المشتركة، فتم إلغاء المصالح المشتركة وفقا للتعديلات التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية. فالطريقة المستخدمة والموصى بها بموجب المعايير هي طريقة التكلفة أو طريقة الحيازة، وهي التي سوف نستخدمها لمعالجة الاندماج أو لمعالجة العمليات المتعلقة بضم الأعمال. طبعا فوفقا لهذه الطريقة، أولا نقوم باحتساب تكلفة الاندماج، وتكلفة الاندماج قد تكون عبارة عن أشكال، قد تكون نقدا، وقد تكون أصول عينية، وقد تكون عبارة عن إصدار أسهم. فتتمثل تكلفة الاندماج بالنقدية المدفوعة أو القيمة العادلة للأصول المتنازل عنها أو القيمة السوقية للأسهم المصدرة. إذا تم تصدير أسهم فإنه يتم احتساب القيمة السوقية للأسهم. كما أن وفقا لهذه الطريقة، إذا كان هناك مصاريف مصاحبة للاندماج الأعمال، كان يكون هناك أتعاب محاماة وأتعاب محاسبين وأتعاب استشارات ومدققين، هذه المصاريف كانت سابقا تعتبر من ضمن تكلفة الاندماج، ولكن الآن لا تحتسب، والمعالجات الحديثة وفقا للتعديلات الأخيرة التي طرأت على المعايير المحاسبة الدولية لا تعتبر من ضمن تكلفة الاندماج، وإنما تعتبر مصروفات فترة، أي لا تدخل ضمن تكلفة الاندماج وإنما تظهر كمصروفات في قائمة الدخل. أما فيما يتعلق بمصاريف طباعة وإصدار الأسهم، فإذا تم تمويل عملية الاندماج بأن يتم إصدار أسهم، فهنا الأسهم المصدرة طبعا يتم اعتبار
المصاريف المتعلقة بالطباعة وتسجيل الأسهم المصدرة بأن يتم خصمها من علاوة الإصدار أو من ما يعرف برأس المال الإضافي. إذن مصاريف طباعة وإصدار الأسهم لها معالجة خاصة فيها بأن تخصم من رأس المال الإضافي. بعد ذلك يتم تقييم أصول والتزامات الشركة المندمجة بالقيمة العادلة أو ما يعرف بالفير فاليو، لأن هذه الطريقة تتطلب مني أن أقوم بمعالجة الاندماج خاصة للشركة المندمجة أصولها والتزاماتها بأن أقيمها بالقيمة العادلة، لأن انتقال أصول والتزامات الشركة المندمجة يتم بالقيمة العادلة. إذا تمت عملية التملك خلال العام فإن إيرادات ومصروفات الشركة المشترى خلال الفترة من بداية العام ولغاية تاريخ التملك لا يتم نقلها إلى الشركة المشترية، لأنها من حقوق أصحاب الشركة القديمة، فقط ما ينتقل هو الأصول والالتزامات. هذا بشكل مختصر للمعالجة المحاسبية للاندماج وفقا لطريقة التكلفة أو طريقة الشراء أو طريقة الحياجة. هذه مترادفات، يعني سواء قلنا طريقة الشراء والتي كانت تسمى سابقا أو طريقة الحياجة الأكوزيشن ميثود أو طريقة التكلفة، كل هذه نفس المصطلحات. أبدأ بالأسئلة. يتم احتساب التكلفة التملك عند اندماج الأعمال على أنها ألف النقدية المدفوعة، باء القيمة العادلة للأصول المتنازل عنها، جيم القيمة السوقية للأسهم المصدرة، دال النقدية المدفوعة أو القيمة العادلة للأصول المتنازل عنها أو القيمة السوقية للأسهم المصدرة. نعم أحسنتم. إذن قد تكون خليط من هذه الأشكال الثلاث. وفقا لطريقة التكلفة تعالج المصروفات التي تدفعها الشركة في سبيل تملك شركة أخرى باعتبارها ألف مصروفات فترة، باء ضمن تكلفة الاندماج، جيم يتم إهمالها، دال جميع ما ذكر. نعم إذن المصروفات المصاحبة للاندماج لا تدخل ضمن تكلفة الاندماج وإنما تعتبر مصروفات فترة، يعني مثل المصاريف الثانية. تعالج مصاريف طباعة وتسجيل الأسهم المصدرة من قبل الشركة المشترية في حالة اللجوء إلى إصدار أسهم لتمويل عملية الدمج، فيتم خصمها من ألف من المصروفات الفترة، باء يتم إضافتها إلى تكلفة الاندماج، دال تخصم من رأس المال الإضافي، جيم تخصم من رأس المال الإضافي، دال تهمل ولا يتم معالجتها. جيم رأس المال الإضافي، طبعا رأس المال الإضافي هو علاوة الإصدار، هو الفرق ما بين القيمة السوقية للأسهم وبين القيمة الإسمية، نسميه رأس المال الإضافي، كان سابقا يسمى علاوة إصدار. عند بيع الأسهم
لأعلى من قيمتها السوقية، لأعلى عفوا من قيمتها الإسمية. فالفارق يعتبر رأس مال إضافي، والذي كان سابقا يسمى علاوة الإصدار. أما في التعديلات الأخيرة فذكر أنه additional paid in capital، رأس مال إضافي. وفقا لطريقة التكلفة أو الحيازة يتم تقويم أصول والتزامات الشركة المشترى ألف بالقيمة الدفترية، باء بالقيمة العادلة، جيم بالقيمة التاريخية، دال لا يتم إعادة تقويم أصول والتزامات الشركة المشترى. نعم، إذن يتم تقويمها بالقيمة العادلة، الإجابة الصحيحة هي باء. إذا تمت عملية التملك خلال العام فإن إيرادات ومصروفات الشركة المشترى خلال الفترة من بداية العام ولغاية تاريخ التملك لا يتم نقلها إلى الشركة المشترية، باء يتم نقلها إلى الشركة المشترية، جيم حسب نوع المصروف أو الإيراد، دال ليس مما ذكر. نعم أحسنتم، لا يتم نقلها إلى الشركة المشترية. اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد بمبلغ 182 ألف ريال نقدا، كما دفعت الشركة سين في سبيل إكمال الصفقة أو إكمال الصفقة مبلغ 1500 ريال نقدا عملات وساطة، ومبلغ 2500 ريال نقدا أتعاب مدققين ومحامين، ونتج عن الصفقة عملية اندماج. فما هي تكلفة الاندماج؟ ألف 186 ألف، جيم 183 ألف وخمسمية، عفوا باء 183500، جيم 184500، دال 182000. نعم الإجابة الصحيحة هي دال 182000، لأن المصاريف لا يتم إضافتها إلى تكلفة الاندماج. نعم أيضا اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد بمبلغ 182 ألف ريال نقدا، كما دفعت الشركة سين في سبيل إتمام الصفقة مبلغ 1500 ريال نقدا عمولات ووساطة، ومبلغ 2500 ريال نقدا أتعاب مدققين وحامين، ونتج عن الصفقة عملية اندماج. فالطرف المدين من قيد إثبات المصروفات هو ألف تكلفة الاستثمار في حساب الشركة صاد، باء مصاريف اندماج الشركة صاد، جيم النقدية، دال لا يسجل قيد بالمصروفات. نعم الإجابة الصحيحة هي نعم هي باء. اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد بمبلغ 182 ألف ريال نقدا، وبلغت أصول الشركة صاد بالقيمة العادلة 202 ألف، والتزاماتها بالقيمة العادلة 20 ألف. فالطرف المدين من قيد الاستثمار الذي يتم تسجيله هو 1182 ألف من حساب تكلفة الاستثمار في صاد، باء 182 ألف من حساب النقدية، جيم 202 ألف من حساب تكلفة الاستثمار في الشركة صاد، دال 202 ألف من حساب النقدية. نعم ألف 182 ألف من حساب
تكلفة الاستثمار في الشركة صاد. اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد بمبلغ 182 ألف ريال نقدا. الآن الطرف الدائن من القيد الذي يتم تسجيله، هل هو ألف 182 ألف إلى تكلفة الاستثمار، باء 182 ألف إلى النقدية، جيم 202 ألف إلى تكلفة الاستثمار، دال 202 ألف إلى حساب النقدية؟ نعم، هيكون الطرف الدائن إلى حساب النقدية 182 ألف. أحسنتم. في حالة زيادة تكلفة الاستثمار المدفوعة من قبل الشركة المشترية عن صافي القيمة العادلة لأصول الشركة المشترى، فإن مبلغ الزيادة يمثل ألف رأس مال إضافي، باء أرباح رأس مالية، جيم شهرة موجبة، دال شهرة سالبة. إذا زادت تكلفة، نعم حيكون عندي شهرة موجبة، لأن التكلفة هنا أكثر من صافي القيمة العادلة، فالفارق يكون شهرة موجبة. المعادلة التالية تمثل معادلة احتساب تكلفة الاستثمار ناقص صافي القيمة العادلة لأصول الشركة المشترى، هي معادلة لحساب ألف صافي الأصول، باء تكلفة الاستثمار، جيم رأس المال الإضافي، دال الشهرة. نعم الشهرة. في حال وجود مؤشرات انخفاض قيمة الشهرة، فيتم في هذه الحالة إثبات الانخفاض بقيد طرفه المدين هو ألف الشهرة، باء خسائر انخفاض الشهرة، جيم أرباح الشهرة، دال رأس المال الإضافي. نعم صحيح، الإجابة باء. الطرف الدائن من القيد هو ألف الشهرة، باء خسائر انخفاض الشهرة، جيم أرباح الشهرة، دال رأس المال الإضافي. نعم، إذن هنا فهنا بالنسبة للشهرة، فإنه يتم في نهاية كل سنة تفحص هذه الشهرة كبقية أصول الشركة، ويطبق عليها المعيار رقم 36 المتعلق بانخفاض قيمة الأصول. فإذا وجدنا أن هناك انخفاض ملموس على قيمة هذه الشهرة، فإنه يتم إثبات ذلك كخسارة لانخفاض القيمة من حساب خسائر انخفاض الشهرة إلى حساب الشهرة، أي أنه يتم تخفيض الشهرة بمقدار الخسائر الناجمة عن انخفاض القيمة. اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد، وقد قامت الشركة سين في سبيل شراء جزء من أسهم صاد بإصدار 20,000 سهم من أسهمها ذات القيمة الإسمية 10 ريال والسوقية 50 ريال، كما تم شراء الجزء الآخر من أسهم الشركة صاد نقدا بمبلغ 1,220,000 ريال. تكلفة شراء أو تملك الشركة صاد تساوي ألف 1,220,000، باء 2,000,000، ثلاث أو جيم 2,220,000، دال 2,122,000. تكلفة التملك، نعم كيف تم احتسابها؟
نعم الإجابة الصحيحة هي جيم مليون 2,220,000، ولكن كما ذكرت أن تكلفة الاندماج هي عبارة عن النقدية المدفوعة أو القيمة السوقية للأسهم. أحسنت يا داني. فالقيمة السوقية عندي 20,000 في 50 قيمتها السوقية، هيكون عندي مليون، مليون زائد مليون ومتين وعشرين، إذا 2,220,000 هي تكلفة شراء الشركة صاد أو اندماج الشركة صاد. أحسنت يا إيمان العشائي، وأحسنتم، إجاباتكم ممتازة وأيضا صحيحة. اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد. قامت الشركة سين في سبيل تملك صاد بدفع مبلغ 1,500,000 ريال، وكانت صافي أصول الشركة صاد بالقيمة العادلة 1,250,000، والقيمة الدفترية 1,400,000. مقدار الشهرة الناتجة يساوي ألف 250,000، باء 100,000، جيم 150,000، دال لا توجد شهرة. نعم الإجابة هي 1,250,000 ريال. طبعا يتم احتسابها من خلال طرح تكلفة التملك ناقص صافي أصول القيمة العادلة. عيد السؤال. نعم عيد السؤال. هنا اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد، وقد قامت الشركة سين في سبيل تملك الشركة صاد دفع مبلغ 1,500,000، وكانت صافي أصول الشركة صاد بالقيمة العادلة 1,250,000، وبالقيمة الدفترية 1,400,000 ريال. فإن مقدار الشهرة الناتجة يساوي 1,250,000، باء 100,000، جيم 150,000، دال لا توجد شهرة. واضح السؤال؟ واضح. إذن الشهرة عبارة عن كما ذكرت التكلفة ناقص صافي القيمة العادلة. فالتكلفة هنا 1,500,000 ناقص. تمام. أنا أقول مواضح. الآن أكتب لكم السؤال ونحل لكم إياه. لحظة خلني أكتب السؤال. خلني أكتب السؤال الآن. نعم هذا هو السؤال. إذا تلاحظون أن اشترت الشركة سين بتكلفة
مليون ونص، إذا تكلفة مليون ونص، صافي القيمة العادلة 1,250,000. إذا كما ذكرنا أن الشهرة عبارة عن التكلفة ناقص صافي القيمة العادلة لأصول الشركة المشترى. فإن التكلفة هذه 1,500,000 ناقص 1,250,000 صافي أصول الشركة، إذا كم الناتج؟ يساوي 250,000 هو قيمة الشهرة. نعم، واضح يا هنا؟ واضح هذا السؤال؟ العفو. السؤال الآخر، عند أو الطرف المدين من قيد انتقال أصول والتزامات الشركة المندمجة في ظل عدم وجود شهرة، هو ألف الالتزامات والمخصصات، باء تكلفة الاستثمار، جيم الشهرة، دال الأصول بالقيمة العادلة. نعم، الإجابة دال الأصول بالقيمة العادلة. الطرف الدائن من قيد انتقال أصول والتزامات الشركة المندمجة في ظل عدم وجود شهرة، هو الالتزامات والمخصصات وتكلفة الاستثمار، باء الشهرة، جيم الأصول وتكلفة الاستثمار، دال رأس المال الإضافي. نعم صحيح، الإجابة الصحيحة هي ألف، وهي التزامات المخصصات وتكلفة الاستثمار. إذا كانت صافي القيمة العادلة لأصول الشركة المشترى تزيد عن تكلفة الاستثمار المدفوعة من قبل الشركة المشترية، فالناتج يكون أرباح تشغيلية، باء شهرة موجبة، جيم أرباح الشراء بسعر مخفض، دال خسائر غير تشغيلية. نعم، مع أن في الخيارات يا إيمان شهرة سالبة، أن ألف أرباح تشغيلية، باء شهرة موجبة، جيم أرباح الشراء بسعر مخفض، دال خسائر غير تشغيلية. نعم، خلينا أعلق. نعم، خلنا أعلق على هذه النقطة. ذكرنا قبل قليل أن عندما تكون تكلفة الاندماج أكبر من صافي القيمة العادلة لأصول الشركة المشترى أو المندمجة، فهنا يكون الناتج شهرة موجبة. الآن لو كانت التكلفة المدفوعة أقل من صافي القيمة العادلة، يعني أنت عندما تشتري شيء بأقل من قيمته العادلة، فهنا كانت سابقا تعالج على أنها شهرة سالبة. في عندي شهرة موجبة وشهرة سالبة. التعديلات التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية ألغت شيء اسمه شهرة سالبة. ما معنى؟ لأن الشهرة هي السمعة الطيبة، وبالتالي ما نعني بالشهرة السالبة. هل هي يعني ليس هناك سمعة طيبة؟ وبالتالي تم إلغاء هذه المصطلح، وتم استبدالها بأرباح الشراء بسعر مخفض. لأن هذه عملية، أنت عندما تشتري شركة بأقل من قيمتها العادلة، فهذا يعود إلى مهارتك في التفاوض، وبالتالي أنت حققت أرباح. يعني أنت عندما تشتري شيء بأقل من سعره بالسوق، فهنا الفارق يعتبر كأرباح، وبالتالي أرباح الشراء بسعر مخفض تعتبر أرباح، وتعالج على أنها أرباح في قائمة دخل،
في أول قائمة الدخل يتم إعدادها بعد عملية الاندماج. أما كانت سابقا تعتبر شهرة سالبة ويتم إطفائها على عدد من السنوات، ثم بعد ذلك تم إلغاء الشهرة السالبة واعتبرت إيرادات مؤجلة، بعد ذلك تم إلغاء الإيرادات المؤجلة واعتبرت أرباح الشراء بسعر مخفض، وهو ما توصل إليه أحدث تعديلات معايير المحاسبة الدولية باعتبارها أرباح الشراء بسعر مخفض. واضحة هذه النقطة؟ نعم. إذا اشترت الشركة سين كامل أسهم شركة صاد، وقد دفعت الشركة سين مبلغ 1,140,000 ريال نقدا، ونتج عن شراء الشركة سين لأسهم الشركة صاد اندماج الشركة صاد في الشركة سين، وبلغت صافي القيمة العادلة لأصول الشركة 182,000، فالناتج يكون ألف 680,000 شهرة موجبة، ب 680,000 أرباح الشراء بسعر مخفض، جيم 680,000 رأس مال إضافي، دال 680,000 تكلفة استثمار. نعم، إذن فالفارق حيكون عندي 680,000 الشراء بسعر مخفض. أيضا اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد، وقد دفعت الشركة سين مبلغ 1,140,000 ريال نقدا، ونتج عن شراء الشركة سين لأسهم الشركة صاد اندماج الشركة صاد في الشركة سين، اقترف المدين من قيد التملك هو 1,140,000 من حساب الاستثمار في صاد، ب 1,140,000 من حساب الشهرة، جيم 1,140,000 من حساب الأصول، دال 1,140,000 من حساب النقدية. نعم أحسنت، إجابة صحيحة. إذن حيكون عندي 1,140,000 من حساب الاستثمار. طيب الطرف الدائن من القيد، ما هو الطرف الدائن من قيد التملك؟ الطرف الدائن حيكون 1,140,000 إلى حساب النقدية، طرف الدائن. نعم أحسنت، إجابة صحيحة. سؤال: إذا ظهرت الشهرة في الجانب المدين من قيد انتقال أصول والتزامات الشركة المندمجة بالقيمة العادلة، فهذا يعني أن تكلفة الاستثمار في الشركة أقل من صافي أصول الشركة بالقيمة العادلة، ب تكلفة الاستثمار في الشركة صاد تساوي صافي أصول الشركة بالقيمة العادلة، جيم تكلفة الاستثمار في الشركة صاد أكبر من صافي أصول الشركة صاد بالقيمة العادلة، دال وجود أرباح غير تشغيلية. نعم أحسنتم، الإجابة الصحيحة هي جيم، لأن الشهرة تظهر عندما تكون تكلفة الاستثمار أكبر من صافي القيمة العادلة. الإجابة الصحيحة جيم، تكلفة الاستثمار أكبر من صافي القيمة العادلة. طيب الآن لو كانت إذا ظهرت أرباح الشراء بسعر مخفض في الجانب الدائم من قيد انتقال أصول والتزامات الشركة المندمجة، فهذا يعني أن تكلفة الاستثمار في الشركة صاد أقل من صافي أصول الشركة بالقيمة العادلة، تكلفة الاستثمار تساوي صافي أصول الشركة صاد بالقيمة العادلة، تكلفة الاستثمار أكبر وجود خسائر تشغيلية. نعم ألف أقل. أحسنتم أحسنتم.
إذا حدث الاندماج خلال السنة المالية، فإن الإيرادات والمصروفات من بداية السنة حتى تاريخ الاندماج يتم معالجتها بطريقة الملكية. ألف، يتم نقلها إلى الشركة الدامجة. ب، لا يتم نقلها، لا يتم نقل، أو يتم نقل الإيرادات فقط إلى الشركة الدامجة. ج، يتم نقل المصروفات فقط إلى الشركة الدامجة. د، لا يتم نقلها إلى الشركة الدامجة. ما رأيكم؟ يتم نقل الإيرادات والمصروفات. ب، يتم نقل الإيرادات فقط. ج، يتم نقل المصروفات فقط. د، لا يتم نقل الإيرادات ولا المصروفات. نعم، أحسنت يا أفراح، إجابة صحيحة. د، لا يتم نقل الإيرادات والمصروفات. اتحدت الشركة س والشركة ص ونتج عن ذلك الاتحاد الشركة ع، وقبل تاريخ الاتحاد مباشرة ظهرت البضاعة في ميزانية الشركتين. شركة س القيمة الدفترية 150 ألف والقيمة العادلة 180 ألف. الشركة ص القيمة الدفترية 85 ألف والقيمة العادلة 70 ألف. قيمة البضاعة التي تظهر في الشركة ع بعد الاتحاد مباشرة هي أ 235 ألف، ب 250 ألف، ج 180 ألف، د 70 ألف. نعم، أحسنتم، أحسنتم، الإجابة الصحيحة هي د 250 ألف. طيب، سؤال آخر. اتحدت الشركة س والشركة ص ونتج عن ذلك الاتحاد الشركة ع، وتم شراء أسهم الشركة س بمبلغ 4,600,000 ريال نقدا، كما دفعت الشركة ع مبلغ 100,000 ريال عمولات سمسرة وأطعام محامين لإتمام الصفقة. أما الشركة ص فتم شراء أسهمها بمبلغ 2,150,000 ريال، وتم دفع مبلغ 50,000 ريال نقدا عمولات سمسرة وأصحاب محامين. تكلفة الاستثمار في الشركة صاد تساوي ألف 2,150,000، باء 2,200,000، جيم 2,100,000، دال ليس مما ذكر. نعم، نعم صحيح، 2,150,000 هي تكلفة الاستثمار. أيضا سؤال آخر، اتحدت الشركة س والشركة ص ونتج عن ذلك اتحاد الشركة ع، وتم شراء أسهم الشركة س بمبلغ 4,600,000 نقدا، كما دفعت الشركة عن مبلغ 100,000 ريال عمولات سمسر وأتعاب محامين لإتمام الصفقة. أما الشركة صاد فتم شراء أسهمها بمبلغ 2,150,000، وتم دفع مبلغ 50,000 ريال نقدا عمولات سمسر وأتعاب محامين. وكانت صافي الأصول بالقيمة العادلة للشركة صاد 182,000. قيمة الشهرة الناتجة من اتحاد الشركة صاد تساوي ألف 182,000، باء 380,000، جيم 330,000، دال لا يوجد شهرة. نعم، الإجابة الصحيحة هي جيم 330,000 ريال. اتحدت الشركة س والشركة ص ونتج عن ذلك الاتحاد الشركة ع، فوفقا لطريقة الملكية يتم
انتقال وصول التزامات الشركتين بالقيمة العادلة للشركة عين. باء انتقال أصول والتزامات الشركة سين فقط بالقيمة العادلة. جيم انتقال أصول والتزامات الشركة صاد بالقيمة العادلة. دال انتقال أصول والتزام الشركتين بالقيمة الدفترية للشركة عين. نعم الإجابة الصحيحة هي ألف، انتقال أصول والتزام الشركتين بالقيمة العادلة للشركة عين. اتحدت الشركة سين والشركة صاد ونتج عن ذلك الاتحاد الشركة عين، فيتم معالجة هذا الاتحاد بطريقة تجميع المصالح. باء طريقة توحيد البيانات. جيم طريقة توحيد الأصول أو طريقة الأصول الموحدة. دال طريقة الحيازة. نعم يتم دائما معالجة الاندماج بشكل انواعه وفقا لطريقة الحيازة. يتم معالجة الشهرة السالبة في البيانات المالية بعد الاتحاد كما يلي. ألف يتم الاعتراف بها كإيراد في قائمة الدخل. يتم توزيعها على الأصول الثابتة المتعلقة بها. يتم توزيعها على الأصول المتداولة المتعلقة بها. جيم أو دال يتم إظهارها كأرباح غير تشغيلية في قائمة الدخل. نعم يتم إظهارها كأرباح غير تشغيلية في قائمة الدخل. اشترت الشركة سين كامل أسهم الشركة صاد ونتج عن ذلك اندماج صاد في سين، وقد أصدرت الشركة سين في سبيل ذلك 45 ألف سهم من أسهمها ذات القيمة الرسمية 10 ريال والسوقية 40 ريال، كما دفعت 50 ألف ريال مصاريف طباعة وأصدار الأسهم. تكلفة الاستثمار في صاد تبلغ ألف 550 ألف، مليون 950 ألف، جيم مليون 800 ألف، دال ليس مما ذكر. نعم الإجابة الصحيحة هي جيم. أحسنت، مليون 800 ألف ريال. نفس بيانات المثال السابق. الآن تكلفة الاستثمار أو الطرف المدين من قيد الاستثمار. طرف المدين هل هو 550 ألف، 5 مليون 500 ألف من حساب تكلفة الاستثمار، مليون 950 ألف من حساب تكلفة الاستثمار، مليون 800 ألف من حساب تكلفة الاستثمار، مليون 950 ألف من حساب تكلفة الاستثمار. الإجابة الصحيحة هتكون جيم، مليون 800 ألف من حساب تكلفة الاستثمار. الآن بالنسبة إلى مصاريف نفس بيانات المثال السابق، ولكن مصاريف طباعة وإصدار الأسهم. الطرف المدين من القيد 50 ألف من حساب الاستثمار. باء 50 ألف من حساب رأس المال الإضافي. جيم 50 ألف من حساب رأس المال. دال 50 ألف من حساب النقدية. نعم حيكون 50 ألف من حساب رأس المال الإضافي لأنه تخفيض الرأس المال الإضافي، والطرف الدائم من القيد حيكون إلى حساب النقدية. 50 ألف إلى حساب النقدية، من حساب رأس المال الإضافي إلى حساب النقدية. أيضا الطرف الدائم من قيد الاستثمار نفس بيانات السؤال السابق، حيكون عندنا 450 ألف إلى حساب رأس المال، ومليون 350 ألف إلى حساب رأس المال الإضافي. إلى حساب رأس المال الإضافي. نتوقف إلى هنا في محاضرتنا لهذا اليوم. في أي سؤال عن محاضرة اليوم؟ هل هناك سؤال؟
في أي سؤال؟ فأعزائي الطلبة، إلى هنا ينتهي اللقاء بكم لهذا اليوم، إلى أن ألتقيكم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله. لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.